الفيديو ده يعني هو اللي اتصور لناس صورته قبل كده وضافت حاجات جديده هتقرا دلوقتي. معلش انا نسيت اقول ونسيت اتكلم عن الموضوع ده في الفيديو اللي اتصور. يعني انا دلوقتي صورت الفيديو ده مره صورته واتكلمت فيه عن الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه دلوقتي، ومره صورته اللي هي المره الثانيه اللي هتنزل ونسيت اتكلم عن الموضوع ده. ف السؤال الجميل مصطفى، انت بتقلد مهاب شادي؟ بص يا جدعان، مهاب شادي الشخصيات الجميله والمحتويات الجميله اللي انا بحبها جدا، انا اتفرجت عليه من زمان من اول ما بدا، وانا بتابع مهاب شادي من زمان جدا، يعني من فتره طويله يعني بتابع مهاب شادي، فبالتالي انا اكيد اتاثرت بمحتوى مهاب شادي وكتر بتفرج عليه وكده فبحب المحتوى بتاعه. فانت ما تجيش تقول انت بتقلده، انا اكيد اتاثرت بيه، ولكن مش تقليد. هو يعني زي ما هو قال قبل كده في فيديو ان هو كعنوان والناس كلها بتشتغل عليه، هو العنوان بتاع القناه الجديده بتاعتي هو الرياكت جيمنج، حاجات كتير زي ما انا هتكلم دلوقتي في الفيديو، يعني بقيت الفيديو. فالوقت انت ممكن تقول انت بقيت خلاص، ده انت مهاب شادي نمبر 2 خلاص، انت كمان عايز تعمل جيمنج زيه؟ لا، الموضوع مش هيبقى كده خالص يا جدعان. انا هبقى مختلف جدا عن مهاب، والاسلوب يختلف، الاسلوب هيختلف جدا، وهتشوفوا ده على مر الوقت ان انا مش زي مهاب خالص، انا ومهاب مختلفين خالص. بعدين يا جماعه، انا يعني اتمنى اكون زي مهاب، على الاقل اكون زي مهاب في المونتاج، اكون زي مهاب في حاجات كتير. فمهاب من احسن الناس انا شفتهم بيعملوا مونتاج، فاتمنى يا جماعه الناس بس تقول ان انت بتقلد مهاب. انا بتضايق قوي من الحاجات دي، او يعني مش بتضايقني عامه، ولكن يعني ايه، ملهاش لازمه انك تقول ان انت بتقلد وما بتعملش. صدقني ملهاش لازمه، فكر فيها كده هتلاقي ان فعلا الموضوع ده ملوش لازمه. انا فعلا ما بقلدش حد ولا وهبس ولا مهاب ولا اي حاجه، مش معنى ان انا بتكلم عن الناس دي او بتكلم ان الناس دي ناس يعني بتابعهم وكده معنى كده ان انا خلاص الناس دي بقت حياتي كلها. حتى مهاب مش مفضل عندي قوي في اليوتيوبرز كلهم، مفضل عندي في رياكت لكن مش مفضل عندي في اليوتيوبرز كلهم. يعني انتوا عارفين طبعا مين مفضل عندي يعني. ففي الاول في الاخر مهاب من الشخصيات الجميله من اليوتيوبرز اللي انا بحبهم جدا، ولكن انا ما بقلدوش. بس كمل الفيديو بقى، خليني اركز معايا كده عشان نقفل الموضوع ده تماما، وعشان نخلص بقى ونبدا نشتغل في القناه الجديده. تمام، يلا. اول حاجه اسم القناه ايه؟ اسمها مو تي في. يعني ايه مو تي في؟ يعني مصطفى تي في، يعني مصطفى تي في. تمام، واضحه فشخ. بس الفكره ان يعني ليه تي في؟ كلمه تي في دي جت منين؟ الفكره كالتالي، ان انا هعمل قناه اتكلم فيها عن كذا حاجه، فزي التلفزيون برامج كتير، فبالتالي القناه دي هيبقى فيها برامج كتير، فيها برامج زي الرياكت، فيها الجيمنج، فيها حبه حاجات كتير. فانا ههتم بكذا حاجه، ههتم بكل حاجه اللي انا بحبها، كل اللي انا بحبه هنشره في الشانل دي، كل اللي انا بحبه الا التقنيه لانها ليها قناه خاصه بيها، فكل اللي انا بحبه هشاركه في القناه دي. تمام، كل المشاكل والتجارب هتتشارك في القناه دي، فبالتالي القناه دي هتبقى خاصه بيا انا بحاجات كتير قوي ليها علاقه بيا وبحاجات هقول فيها رايي. تمام، فبالتالي التشانل مش تبقى خاصه بالرياكت بس، عشان كده مثلا متهاش مو رياكت او مصطفى رياكت زي ما ناس كتير قالت، وما كانش ينفع تبقى بالعربي الحقيقه، صاصه تي في والحاجات دي كانت حلوه الحقيقه، بس ايه ما كانتش تنفع. تمام، فمو تي في، بحب مو ده بتاع مو صلاح، فبحب مو دي جدا، وتي في زي ما قلت عشان متعدده او فيها حاجات كتير. بس ده بس اللي انا كنت عايز افهمه لك بالنسبه للقناه دي. فالقناه اتعملت خلاص، هتلاقيها في الوصف، هتلاقيها في اخر الفيديو في شاشه النهايه، هتلاقيها فوق في الاي. اشترك في القناه دي عشان هتكلم فيها براحتي. نيجي بقى للسؤال، السؤال اللي كل الناس بتساله، هتشتم فيها ولا لا؟ هتبقى الفيديوهات عامله ازاي؟ زائد 18 ولا ايه؟ هو بصوا يا جدعان، فيديوهات القناه دي هبقى بتكلم فيها براحتي، مفيش قيود، انا كاتب كده في الاباوت ان القناه دي التلفزيون بتاعي اللي انا بديره، مفهوش عنكبوت، مفهوش قيود. تمام، يعني اللي هو زائد 18، القناه كل فيديوهاتها تقريبا هتبقى زائد 18. طيب هل يعني زائد 18 انت هتشتم في كل الفيديوهات؟ لا، مش هشتم في كل الفيديوهات اكيد، ولكن هيبقى في تحذير في الاول ان الفيديو ده زائد 18 ولا لا، او الفيديو ده فيه شتيمه ولا لا، في تحذير في الاول هقول لك. تمام، فانا مش هقول لك كده اول ما ابدا اقول لك الفيديو ده فيه الفاظ خارجه، لا مش هقول لك كده. تمام، فانا هتكلم عادي، ولكن في اول الفيديو هقول لك بقى بعد ما منتج واخلص هقول لك كده في اول الفيديو، لا الفيديو ده فيه شتيمه، الفيديو ده ما فيهوش شتيمه. بس الفيديوهات كلها اعمل حسابك ان انا هتكلم براحتي، فبالتالي الفيديوهات كلها تبقى زائد 18 في المواضيع، زائد 18 في الكلام، في الاسلوب، في حاجات كتير هتبقى زائد 18. زائد 18 مش معنى كده ان انا هخش اشتم واعمل وكده، لا، بس
انا بس بقول لك من دلوقتي عشان تبقى عارف ان داخل عليا. فنبعد بقى عن الاندر ايج او يقرب الاندر ايج، لان الحقيقه الاندر ايج هم اللي بيرفعوا التشانلز وكده. فتعالوا مش مهم يعني، القناه دي هي قناتكم، فكوكوا انتم من التقنيه والهبل ده، انتوا اندر ايج، انتوا بتحبوا الحاجات التانية دي. تعالوا يا جدعان خلاص كده احنا خلصنا الموضوع ده. القناه اسمها مو تي في، تمام خلاص. وكده خلصنا موضوع الاسم، خلصنا موضوع اللي هيتنشر في القناه، قلنا جيمنج وكل حاجه تقريبا ورياكت وكل حاجه، وفيديوهاتها هتبقى كتير وافكارها مش قادر اقول لكم مدى ان انا متحمس ازاي انشر اول فيديو واتكلم عن اول حاجه فعلا عايز اتكلم عليها. ف استنوا القناه دي، استنوا القناه دي، دي حاجه، او استنوا الفيديو الاولاني يعني. الحاجه كمان زي ما انا كنت كاتب ايه هنا، هاشتم ولا لا، فقلنا القناه تبقى كلها زائد 18 حتى لو في فيديوهات مش هاشتم فيها، ولكن انا بقول لك ان هي زائد 18 لان هيبقى في كتير قوي 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 في الفيديوهات تبقى زائد 18، ولكن هبقى كاتب انا في اول الفيديو ده فيه شتيمه ولا لا. بس اتمنى بس كده تكون المعلومه كلها وصلت وتكون الناس كلها كده فهمت. قعدنا كتير قوي في الكوميونتي اتكلم مع الناس هنسمي القناه ايه ومش عارف. فانت لو مش متابع الكوميونتي او التاب بتاع الكوميونتي بتاع اليوتيوب بتاع مستر بومتك، فاتمنى تروح تتابع وتشارك معانا كده برايك، لان فعلا بحتاج رايك جدا جدا. فاتمنى تتابع البتاع ده، لو في نوتيفيكيشن فيه كان هيبقى احسن كتير، ولكن اتمنى يدوف البتاعه دي قريب يعني في اليوتيوب ان هو يعمل نوتيفيكيشن للبوست بتاعه الكوميونتي. فاتمنى تتابع الكوميونتي عشان الكوميونتي صدقني بننشر في حاجات مهمه جدا. فتابع الكوميونتي، تنساش تشترك في القناه الجديده والقناه مستر بومتك. فلو انت اول مره تشوفني اشترك في القناه الاثنين، القناه الجديده اهم حاجه اشترك فيها عشان نعدي ال1000 مشترك على طول بقى في موضوع ال1000 مشترك و4000 ساعه. برضو انا نسيت اقول حاجه مهمه، انا برضو عامل قناه جديده بسبب حاجه كمان، ان انا عايز اعرف الناس الجديده دي بتتعامل ازاي في اليوتيوب. انا دلوقتي عديت كام دقيقه؟ تمام. عايز اعرف الناس الجديده في اليوتيوب دي بتتعامل ازاي في اداره، مش في اداره، في اليوتيوب نفسه، منظومه اليوتيوب بتعامل الناس الجديده ازاي؟ هل فيديوهاتهم بتظهر؟ هل لو عملت سيو كويس فيديو بتاعي هيتصدر كده؟ انا لحد دلوقتي القناه بتاعتي ما ظهرتش في السيرش، يعني لو بحثت باسمها، لو بحثت باليو ار ال بتاعها ما بتظهرش. فهنشوف كده الموضوع هيمشي ازاي. وبس كده، اشوفكم بقى ان شاء الله في قناه ثانيه. وما تنساش تعمل شير للفيديو ده، يمكن ناس ثانيه تحب المحتوى، تعمل شير للفيديو على الفيسبوك حتى. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، وان شاء الله باذن الله اشوفك بقى في التشانل الثانيه. بس كده، سلام.